عبد المرضي عبد الحفيظ بيومي، موظف في وزارة الزراعة، عندي 52 سنة في الشغلة ديت، في حاجة الزراعة دي بقالي 30 سنة. الأنواع اللي عندي، في عندي تراب أربع أنواع، يعني مثلا في نوع نباتات ضمني ده بيبقى جوه الصوبة مثلا، ده بيعتمد على أضاءة قليلة، لكن الناس بتبقى فاهمة غلط، مفكرة الظل ظل، لا طبعا، لأن الضوء عبارة عن فوتونات وطاقة، فأي حد بيحرم من الطاقة دي حتى لو كان نبات ضعيف بيتعب، فمتخيلين الظل؟ لا طبعا، هو إضاءة قليلة لكن ظل كده لا طبعا ما ينفعش، ده نبات الظل. نبات تانية بره، في نباتات مزهرة، في نباتات حولية، كل سنة احنا بنسمع عن نباتات جديدة، النباتات مش جديدة مكتشفة ولا حاجة، بنات النباتات موجودة، ربما اتعمل لها هندسة وراثية أو إعادة توضيبها أو إعادة تصميمها جديد، هندسة وراثية أو إعادة إنك تبقى شكلها وهيئتها جديدة شوية، إنما هي نباتات ما بتعملش حاجة جديدة. وفي رسائل بتجيلنا من هولندا بطبيعة، مش بطبيعة حاجة، بطبيعة إن هولندا عندها معامل وعندها قوة وبتجيب أصناف جديدة مناسبة لنا، لكن إحنا الأساس وإحنا الأصل. يعني بقى زي نبات الأراولة، الأراولة دي مثلا تربية خاصة، في 48 نوع موجودين في مصر متأقلمين، دول جم في مصر من 50 سنة مثلا وموجودين متأقلمين، ممكن بقى إيه تحس فيها أنواع اندثرت أو ضعفت أو النوع نفسه عاوز بقى يتجدد خلاص، جات له حالة دهورة، فبيجي منبرج لا جديد، لا مش جديد ولا حاجة، جديد إزاي؟ الورد هو الجمال، هو الحب، هو الشباب، الوردة كأنها هي الدنيا بزهرتها، الدنيا جميلة حلوة، كأن الدنيا كلها اختزلت وردة، هكذا ربنا جعلها، إن الورد ده حاجة جميلة جدا ورائعة جدا، ولازم يتهادى يعني بشكل معين، والواحد يقدر يكون مؤاخذة هو نفسه نظيف، يعني مثلا يغسل ايده، لابس بدلة شيك، يعني كأنه بيلبس الورد. الورد نفسه بيبقى في موسم الربيع، ففي الشتاء بيبقى الجو هادي شوية، يعني الوردة بتحضر دلوقتي، بتطلع البراعم بتاعتها كده، يجي الربيع تطلع، يعني في الشتاء تبقى مريحة شوية، فبتبقى غالية لأنها قليلة عزيزة. أما الربيع والصيف بيجوا بالوردة 15 جنيه تبقى مشيلن، حتى بالرغم من التقدم العلمي، حتى بالرغم من الصوب، حتى بالرغم الولد الورد الطبيعي بتاع ربنا دايما بيكسب. بيكسب ليه؟ موسمه وقطره وسعره رخيص. ده كان موجود طول السنه بس سوق اكسبنسيف غالي، بتبقى عاوزه شيء من الرعايه. الرعايه دي عباره عن ايه؟ ميه كويسه وفيها شيء من السكر، وانك تجددي البنطه من تحت، لما بتقطعيه تاني وتقصريه سنه بورده كده وتحطيه بيتجدد تاني، يعيش اطول مده، لكن ثقي تماما، حتى عند بتاع الورد يقول ورد فتره وبيريح، انت بس ما بتاخديش بالك. ممكن بقى يبيعوا اللي بيجففوا الورد او يجففوا هو يبيعوا، في ناس بيجي تطلبه، في ناس بياخدوه عشان العرايس يترمي على العرايس ورد. هما طبعا اكيد في نوعين ورد نزلوا جداد، نوع ورد اسمه ورد ناري، الورد الناري ده حتى هو مفتح بيقعد على ابوه شهر واثنين وثلاثه واربعه، فالبلدي ما بيبيعوش الشكل ده، لا زي اي، لا زي اي وقت، دي شغله بتتاثر بكل حاجه، بتتاثر بالكورونا، بتتاثر بظروف الثورات، بتتاثر بكل حاجه عادي خالص. حب النباتات ده عند كل الاذواق، ممكن لا مؤاخذه تلاقي واحد بواب وعاوز نبات قدام وهو بواب، لحد ما تلاقي واحد اجنبي من اعلى دول العالم، عندي زبائن من ايرلندا، عندي زبونه من ارمينيا، عندي زبون زبائن جنوب شرق اسيا، عندي زبائن انجليز، عندي كل المال والنحل، وحب النبات ده هو ما بيفرقش بين ايه كده وكده، يعني لما اخذ عندي زبون واحده ست بوابه وجات شيء زراعي قد كده فرحانه بيها واخداها وحطها في حضنها كده وطايره بيها، فحب النباتات ده هو ما فيهوش، ملوش علاقه لا بالماديات ولا له علاقه بالجنس ولا بالنوع.